وكمان مستعد لاي سؤال هيجيلي في الثانويه دلوقتي هروح اسلم على ماما وبابا وانزل على طول على المدرسه مع اني الصراحه تعبان بس ما ينفعش اغيب عشان السنه دي ثانويه لازم اروح ازيك يا ماما ازيك يا بابا ازيك يا حبيبي عامل ايه انا الحمد لله كويس ليه هتنزل المدرسه النهارده مش انت تعبان؟ ايوه يا ماما انا تعبان لكن انت نسيتي ان انا في ثانوي ولا ايه؟ ما نسيتش طبعا بس انت تعبان لازم تغيب. لا طبعا مستحيل انا لازم اروح المدرسه واحضر كل الحصص. عشان انا في ثانوي وسنوة دي سنه مهمه جدا. طيب ماشي يا حبيبي على راحتك. اقول لك حاجه يا ابني بس ما تزعلش مني انا كل ما بشوفك الصراحه دمي بيتحرق مش عارف مش عارف ليه ليه يعني يا أشرف مش عارف يعني الواد رفيع أوي يا عم امتى هيطلعلك كرش؟ كرش ايه بس يا بابا على فكرة الدهون والتخن دي حاجة مش كويسة أيوة على فكرة هو معاه حق يا أشرف لأ طبعا أنا اللي معايا الحق بصوا كرش جميل ازاي ومميز خلاص يا أشرف خليك في كرشك دلوقتي طيب ماشي فترت؟ ايوه يا ماما انا فترت خلاص وكمان ذاكرت عشان اي سؤال هيجيلي من المدرس انا هجاوب عليه طيب ماشي يا حبيبي يلا انزل ماشي يا ماما سلام سلام يا حبيبي خلي بالك من نفسك ماشي يا ماما تخافيش عليا انا كبير ماشي ماشي الواد ده مش عاجبني انا عاوزه كده يكبر ويكون قوي وشجاع ويكون عنده كرش وشنبات يا رب اللي انت بس بتقوله ده يا اشرف خليك في كرشك يا اشرف بقى خلاص طيب يا عفاف ماشي يا خليني في كرشي عفاف ما تقومي تعملي لنا حلتين محشي كده حلتين محشي الساعة ستة الصبح اه وفيها ايه يعني فيها ايه فيها باتيه اقسم بالله في باتيه طب اديني يا رب يا اشرف انا مش ناقصاك انا هدخل جوه في الاوضه بتاعتي ادخلي بس اعملي لي برده حلتين المحشي اللي انا قلت عليهم حل عند دم... عند دماغي يا اشرف حل عند دماغي طيب ماشي انا اقرا الجريده اللي انا بقراها دي اشرف ده كل همه كرشه وابني مصطفى كل همه الكتب والمذاكره ايه ده اللي اشرف حطه على التسريحه بتاعتي دي اشرف مش قلت مليون مره ما تحطش الاكل على التسريحه بتاعتي الله في عفاف وايه يعني لما احط الاكل على التسريحه بتاعتك عشان كل ما ابص في نفسي في المرايه اقوم وكل حبه منهم ايه ده زعلانه ليه دي اللهم طولك يا روح انا فرحان جدا النهارده عشان النهارده ذاكرت العلوم والرياضه والعربي وكل المواد عشان اي مدرس هيسالني اي سؤال اجاوب عليه واكون التلميذ الشاطر جدا اه يا ظهري انا اه الصندوق ده تقيل جدا يا رب كرمني بشاب يجي يشيله لحسن انا ظهري خلاص اتقطم لا 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 اه اه تعالى يا ابني تعالى دعوتي استجابت الحمد لله ايه يا حاجه في ايه معلش يا ابني تعالى شيل الصندوق ده لحسن هو تقيل جدا 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 طيب ماشي يا حاجه حاضر اهو اه ظهري اه اه آه مش قادر الصندوق ده تقيل جدا جدا، إنت في سنة كام يا واد إنت؟ أنا في ثانوي يا حجة ثانوي؟ أيوه أنا في ثانوي، أصل اللي أنا أعرفه يعني إن كل الولاد اللي في ثانوي عندهم عضلات مش زيك، يا حاجة أصل أنا يعني مش بروح الجيم مش بلعب رياضة وكده، ما إنت لو كنت بتروح الجيم وبتلعب رياضة كنت عرفت تشيل الصندوق شكلك كده مش فالح في حاجة ألف ثانوي قال ده أنا أول مرة في حياتي أشوف فات في ثانوي كده ما عندهوش عضلات ويقدر يشيل الصندوق ده روح يلا امشي من قدامي ده انت عامل زي القطة اللي مش قادرة تشيل حاجة يلا امشي وانا اللي فاكره ربنا هيكرمني بولد قوي يقدر يشيل الصندوق ده عايزين هفضل متزفت هنا لحد ما حد يجي ماشي حاجة بس انا مش قطه يعني يا حاجه لا انت قطه ما اللي ما بيعرفش يشيل الصناديق ويكون واحد مش قوي يبقى قطه طيب ماشي اللي انت شايفاه يا حاجه بعد اذنك يعني يا بابا عايزني اكون عندي كرش والناس كلها عايزاه تكون عندي عضلات بس الصراحة يعني اللي هينفعني أكتر هو العضلات عشان لو كان عندي عضلات كنت هقدر أشيل الصندوق وكنت هكون قوي دلوقتي بقى هروح المدرسة كفاية كلام أنت يا ابني تعال يا ابني نعم يا حاجة في إيه؟ أنت أكيد في ثانوي مش كده؟ أيوة أنا في ثانوي يا حاجة عرفت منين؟ أصل أنا أعرف إن كل الولاد اللي في ثانوي عندهم عضلات وأقوياء صح كده ولا لأ؟ أيوة صح يا حاجة بس في ولد كده قطة احنا مسمينه القط عشان هو معندوش عندوش عضلات ولا اي حاجه وبرده بنسميه دودة الكتب اه ده انا لسه مقابلاه من شويه وما عرفش يشيل الصندوق ده لحسن الصندوق ده تقيل جدا ممكن تشيله يا ابني وتساعدني حاضر يا حاجه هشيله اكيد يا ده خفيف جدا الحمد لله يا رب دعوتي اتحققت ربنا يكرمك يا ابني ويوقف لك ولاد الحلال متشكرين يا حاجة عايزاني بقى يا حاجة أوديلك الصندوق ده فين؟ في آخر الشارع يا ابني، حاضر يا حج أخيرا وصلت المدرسة، دلوقتي بقى هقعد وهقرأ الكتاب بتاعي عشان لما أدخل الحصة تكون دماغي متفتحة كده. بص بقى عشان انت جديد معانا هنا أنا هعرفك على كل الناس اللي موجودة، طيب ماشي عرفني عليهم، هعرفك على أول واحد دودة الكتب او القطه احنا مسمينه القطه عشان القطط ما عندهاش عضلات وهو ما عندوش عضلات ايوه ايوه مش لازم تشرحلي على الولد دوت عشان عارفه كويس جدا بجد ايوه انا سمع عنه في كل الاماكن عشان هو الوحيد يعني اللي ما عندوش عضلات والناس كلها بتتريق عليه اه اه بص انت بس عرفني على اسماء الولاد اللي فوق دول طيب ماشي اول حاجه ده جاك ده احمد وده مراد طيب ماشي شكرا ليك العفو على ايه تعرف ان الولد اللي انتوا بتقولوا عليه دوده الكتب دوت ما كانش عارف يشيل صندوق حجمه كيلو بس بجد ايوه وانت عرفت منين في ست عجوزه كده قالت لي هي كانت واقفه وكانت محتاجه حد يساعدها عشان الصندوق كان ثقيل عليها فراحت لقت الولد دوت ونادته وقالت له يشيله بس هو ما قدرش يشيله <applause> عشان هو ضعيف ايوه طبعا ما عندوش عضلات زينا بس انا بقى ساعدت الست دي عشان هي غلبانه الصراحه ساعدتها ودت لها صندوق لحد اخر الشارع برافو عليك سامر سامر ايه يا مراد في ايه تعالى نرقم شويه على جوده الكتب دي اه فكره حلوه انا ما قبل كده طيب يلا انت نعم نعم انا نعم. عملت لكم حاجه آه سمعنا يعني ان انت كده ما كنتش عارف تشيل صندوق حجمه كيلو بس ايه ده؟ انتوا عرفتوا منين؟ وبعدين عادي يعني عادي، لا مش عادي، انت ضعيف جدا، ايوه احنا كلنا اقوياء ما عدا انت ضعيف، ايه ايه طيب انا اسف معلش عشان عايز اقرأ الكتاب بتاعي بعد اذنكم، لا تعالى هنا انت رايح فين؟ انت كل همك قراءة الكتب وبس ايوه ما هو العلم العلم هو اللي هيفيدني يعني مش العضلات العضلات مش هتفيدني في حاجه لا هتفيدك طبعا يعني مثلا لو حرامي داخل عليك لو انت عندك عضلات هتعرف تضربه لو انت ضعيف مش هتعرف تضربه وبعدين احنا بنلعب رياضه وانت لا انت كل همك بس الكتب ايوه صح وانت مش عارف ان العقل السليم في الجسم السليم ولا ايه انا عارف طبعا بس انا يعني انا مش 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 رفيع جدا ولا تخين ولا عندي عضلات عادي يعني انا انسان عادي جدا مش عارف يجمع كلامه جمع تكسب طب بعد اذنكم يعني عشان عايزه اكمل قراءه الكتب بتاعتي يلا مشي يا دوتة الكتب يلا يا اولاد ادخلوا الحصة يا خسارة ما لحقناش نكمل معاك نبقى نكمل بقى في الفصحى يا حلو طب بعد اذنكم يا ريتني لو كنت عندي عضلات كانوا هيبقوا صحابي وما حد هيتريق عليا انا بعد كده هغير من, من نفسي مش عارف ازاي بس هحاول درسنا النهارده هيكون عن ده أكيد مصطفى اللي جه يلا قوم افتح له الباب مين ده اللي افتح له الباب مستحيل ايه يا أشرف في ايه يا أشرف ما تقوم تفتح لابنك الباب تلاقيه جاي من المدرسة تعبان حرام عليك بقولك ايه يا عفاف انا مش هتحرك من الكنبة دي ماشي يا ربي عليك يا أشرف من الصبح ماسك كوباية النسكافيه وبتقرأ الجرنان اللي انت بتقرأه دوت ومش بتعمل اي حاجة غير كده وبتاكل يا ستي يا انا عملت حاجه ولا جيت جنبك انا سايبك في حالك اهو سيبيني انت كمان بقى في حالي طيب خليك في كرشك ده انا هو أفتح له الباب حرام عليك ازيك يا مصطفى يا حبيبي عامل ايه ازيك يا ماما انا كويس الحمد لله انت عامله ايه انا الحمد لله كويسه ايه عملت ايه النهارده في المدرسه تمام زي كل يوم يعني الولاد هناك في المدرسه بيفضلوا يتريقوا عليا وكده انا عايزه افهم ليه بيتريقوا عليك وليه بيتنمروا عليك عايزه افهم مش الولاد بس على فكرة كل الناس كده يا ماما ليه عايز أفهم فهمني عشان مش عندي عضلات إيه إيه ده عادي يعني ما في ناس بتكون عايزة تكون عندها عضلات وفي ناس لأ يعني وفي ناس عادية وفي ناس بتلعب رياضة وفي ناس مثقفة يعني الناس كلها مش لازم تكون زي بعض لا ما هم ما شايفين اي ولد في ثانوي لازم يكون عنده عضلات لان هيسموه القطه المعضله معنى القطه معلش عشان القطة يعني هي بتكون فرو بس يعني انت مثلا لو القطة تيجي تستحمى تلاقيها اتبلت بالمية تلاقي كده فروها كله لزق في عظمها وبقت معضمة كده زي حتة العظمة هما بقى بيقولوا علي قطة عشان انا معضم ومش عندي عضلات خلاص يا مصطفى يعني مش لازم تركز معاهم وما تهتمش لكلامهم ماشي يا ماما ماشي بس انا الصراحة يعني عايزة اغير من نفسي برضو يعني ايه يعني مش عايزة اكون مثقف ايه ده يعني ايه انت جاي في ثانوي تقول لي على ايه مش عايز تكون مثقف ايوه يا ماما انا عايز بس اكون بلعب رياضه ومهتم بعضلاتي واروح الجيم ده من امتى الكلام ده بقى ان شاء الله من النهارده بص اعمل اللي تعمله طلعني من دماغك ماشي ماشي يا ماما ايه يا ولا يا مصطفى مالك زعلان ليه يا بابا الناس كلها بتتريق عليا عشان مش عندي عضلات خلاص هو ده الموضوع ده كله ما انت لو كنت سمعت كلامي وكنت عندك كرش كل يبقى عندك كرش كده وشنبات هتكون مميز ما انا كنت مميز في فصل ازاي كنت أك اكبر كرش في الفصل كله كان كرش مترين اعتقد او متر مش فاكر بس المهم ان انا بحاول اطور من نفسي خليتها تلاتة متر كنت مميز في الفصل بتاعي بالكرش لو انت كان عندك كرش وشنبات كنت هتكون مميز بس انت اللي مش عايز تسمع كلامي كرش مين بقى كرش مين ما اديك عندك كرش اهو بتعمل ايه عادة على الكنبه ليل نهار الله ودي حاجه وحشه مفيش احلى من الراحه في الايام دي ماما ايه في ايه؟ ماما ماما ايه ايه في ايه؟ يعني يعني ممكن تديني فلوس الجيم ايه ايوه يا ماما طب ما تقولي ما اهو ما هو قاعد اهو معلش انا بقولك انتي تقولي له أنا مش سامعك على فكرة كمل كمل ماشي ماشي يا ماما لو سمحتي بقى قوليله بقى هو عشان أنا لو كلمته هيتعصب عليا أنا مش سامعك كمل برضو كمل يا ربي عليك كلمه هو قدامك اهو قدامك اهو قدامك, قدامك ها معلش يا ماما لو سمحتي يا ماما له أنت يا ربي ماشي ماشي ادخل يلا على اوضتك عشان انا لك الغدا حاضر حاضر سمعت ابنك عاوز ايه؟ لا انا مكنتش سامع يا رب يا اشرف بقى بطل استظراف سمعت عايز يروح الجيم ايوه وانا مفروض اعمل له ايه يعني اديني فلوس عشان يروح يشترك في الجيم انا مش هطلع من محفظتي فلوس يا رب يا بقى يلا يا اشرف بقى انجز خلي الخير <applause> بقى وطلع الفلوس اللي معاك يلا ايه ده يا عفاف ده انت اسلوبك غريب قوي هتلاقي الفلوس جوه علبه الكورن فليكس دوت في الثلاجه ايه ده في حد بيحط فلوس في الثلاجه انت غريب قوي يا شيخ ايوه انا غريب عندك مانع ايه ده ايه ده ايه كل علب الكورن فليكس دول انا فهمت بقى اشرف بيعمل ايه بيفتح حلب الكورن فليكس ويقوم حاطط فيها الاكل والفلوس والالعاب وكل حاجه ده انت يومك فل يا اشرف اشرف سلم لي عش الشهدا اللي معاك أشرف تعالى وبطل استهبال ماشي ماشي ممكن تفهمني يا أشرف إيه كل ده أنا رايح فين أنا راجع تاني أشرف ما تخلينيش أقلب الوش التاني يا ربي بقى كل يوم خناق أنا زهقت أنا هاكل المكرونة دي وهنام على طول بس عقبال بقى لما ماما تجيب الفلوس من بابا عشان أروح الجيم وابدا بقى اكون جسمي في عضلات بقى وابقى اسمي مستر عضلات يهو اشرف هتيجي ولا انا اجي لك تعالي <applause> لي <applause> انت عشان انا مش قادر اجي طيب وربنا انت هيكون يومك فل تعالى <applause> انا مش هسيبك ده انا هفرقع كرشك اللي انت فرحان بيه ده هفرقعه لك هفرقع لك كرشك قال ايه التلاجة كورن فليكس ايه ده هو ليه مصطفى مصحاش لحد دلوقتي؟ المفروض ان هو يروح المدرسه هو الساعه كام يا اشرف؟ انا انا ايوه ام مين يعني؟ يا عفاف يا عفاف ما الساعه قدامك يا عفاف ما تبصي في الساعه اشرف الساعه الساعة سته ونص ايوه كده اتعدل المفروض يعني ان مصطفى بيصحى من الساعه اربعه هو لحد دلوقتي ليه مصحاش؟ هروح اشوفه مصطفى مصطفى في ايه يا عفاف؟ يا عفاف يا عفاف انا مش قادر اجيلك والله يا عفاف اكيد كويسه يعني ايه في ايه في ايه انت مين انت مين يا ماما انا ابنك مصطفى مصطفى ده امتى الكلام ده يا حبيبي انا دلوقتي عندي كام سنه كام سبعتاشر من سبعتاشر سنه انت تستقبل ولا ايه يا ماما صدقيني انا مصطفى بس انا غيرت من نفسي ايه ده يا مصطفى اللي انت عملته في نفسك ده انا بعد كده مش هكون دودة الكتب ولا هكون القطة المعضلة دي اسمها معضمة مش معضلة ايه معضلة دي ماشي المعضمة استحملت سبعتاشر سنة الناس عمالة تقول عليا القطة المعضمة عشان القطط كلها بتبقى معضمة وبيفضلوا يقولوا عليا دودة الكتب عشان انا دايما ملزوق في الكتب لكن ده اليوم اللي هيشهد عليه التاريخ هغير من نفسي وهكون واحد ابو عضلات ده انت غيرت تسريحة شعرك وغيرت اسلوب لبسك وكل حاجة ايوه وان شاء الله كمان شوية هيكون عندي عضلات كمان شوية ده اللي هو بعد دقيقتين مثلا لا يعني مثلا بعد شهرين لما اروح الجيم وكده يعني اه طيب ايوه يا ماما انت ما بقى فلوس الجيم امبارح انا كنت جاي اديهم لك لقيتك نايم فقلت خلاص اسيبك يعني هما معاكي ايوه معايا طيب ماشي معلش بقى لي دلوقتي عشان هروح الجيم طيب اهي بقى المحفظه دي اللي فيها الفلوس بتاعه الجيم ماشي طيب ماشي خلي بالك متقعش ما منك مش هتقع يا ماما ما انا كبير وبعد كده بقى هيكون عندي عضلات وكل الناس هتخاف مني بقى ايه ما تخليش احلامك بس تروح بعيد يلا خد طيب هروح اسلم على بابا وهنزل على طول بلاش ليه بلاش ليه ليه يعني ليه اسمع اللي أنا بقولك عليه أنا رايح أسلم على بابا أنا قلتله بلاش وهو ما سمعش الكلام اللهم بلغت اللهم فاشهد بابا بابا مين أنت إنت بابا إنت يعني كده أنت بابا أنت المفروض بابا أنت مين يا ابن إنت يا بابا أنا ابنك مصطفى 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 ايوه مصطفى بس انا غيرت من شكلي يعني وكده عشان مش هبقى مكون مثقف ومش هبقى بعد كده مش هكون القطه المعظمه معظمه ولا هكون دودة الكتب هبقى بقى ايه واحد بيهتم بالرياضة وهكون عندي عضلات ان شاء الله ودلوقتي ننزل عشان نروح الجيم العضلات مش هتنفعك يا ابن الكرش هو اللي هينفعك مصطفى اعتبر نفسك يعني اعتبر ان انا اديتك قلم عشان مش قادر اقوم اديك قلم الصراحة يعني طيب ماشي آه ليه بابا ضربتني بالقلم عشان انت بتستهبل جيم مين اللي انت عايز تروحه ده يا حبيبي يا بابا أنا عايز أروح الجيم يا بابا أنا استحملت كتير قوي من الصحابي اللي في المدرسة وبيفضلوا يتريقوا عليا وبيقولوا عليا إن أنا كده معضم وأنا عايز اروح الجيم عشان يكون عندي عضلات <applause> مش قادر بص انا انا نفسي خلاص بقى بقت اتعب بسهوله فمش قادره اتكلم معاك اعمل اللي تعمله بقى بس حلك عني طيب ماشي شكرا ايه اللي حصل بقى مصطفى اكيد باباك إداك الم هو اداني الم بس الم خيالي عشان هو ما كانش قادر يديني الم فانا عملت أكيد إديته الم يعني كده يعني هو ما كانش قادر يقوم يديك الم على وشك فانت مثلت ان هو قام واداك الم على وشك صح ايوه صح الله ينور عليك طيب في حاجة تانية حصلت يعني ايه اللي حصل؟ عباس اتكسر في حلة البصل ها <applause> ها يا ظريف محصلش حاجة يا ماما انا دلوقتي بقى هروح الجيم بقى طيب ماشي روح هروح الجيم بقى وهفضل استمر على الجيم ويكون اسمي مصطفى عضلات يلا بقى دلوقتي اروح آه اخيرا وصلت بقى الجيم يا سلام هكون بقى عندي عضلات إيه لو سمحت يا عمو انا عايز يكون عندي عضلات يعني ايه عايز يكون عندك عضلات شايفني مثلا ببيع عضلات يعني الكيلو بخمسة جنيه ولا ايه بالظبط انا مش فاهمك إيه <applause> اوضح كلامي انا عايز اشترك في الجيم يعني اه قول كده من البداية إيه يعني مقصدش حاجة بس انت شبه القطة المسلوعة عارف كده لما القطة تستحمى وتكون كده ايه فروها كله ملزوق في, في عظمها كده وتكون معضمة خالص تكون مسلوعة يعني انت انت شبه القطة المسلوعة ما انا عارف انا عارف ان انا شبه القطه المسلوعه و... 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 وانا عارف انا عارف والله عارف ما انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان انت شبه القطه المسلوعه مش موضوعنا دلوقتي موضوعنا ان انا عايز اشترك في الجيم ماشي يا حبيبي روح اشترك في الجيم اشترك منين يعني ما انا مش عارف حاجه هنا روح هناك خالص فين فين يعني فين بص اطلع الدور التاني امشي يمين في شمال في يمين في شمال ادخل الاوضه اللي جنبها لا الاوضه اللي بعديها هتلاقي كده جوه الاوضه في اوضه ادخل على المكتب التاني لا اللي بعده وانا المفروض كده فهمت وعرفت المكان اتصرف بقى الجيش قالك اتصرف لا اله الا الله العالم الغريبه دي رايح فين انت انا رايح عشان فوق عشان اشترك في الجيم انا حاسس ان انا اعرفك وانا كمان والله حاسس ان انا اعرفك برضو ثواني ثواني هو انت القطه المسلوعه اه ايوه ايوه انا القطه المسلوعه اه ايه ده انت غيرت في شكلك والنهارده ما جيتش المدرسه ورايح تشترك في الجيم انت ناوي على ايه ناوي ان انا يكون عندي عضلات عشان ما تتريقوش عليا بعد كده واكون اكتر عضلات فيكم ماشي هنشوف <applause> هو ايه الواد مصطفى اتاخر كده ليه يا ستي ما تقلقيش ما ازاي يعني مصطفى عامل زي القطه المسلوعه يعني ممكن اي حد يحطه في شويه البطاطس ويقوم شايله ايوه ما المجرات بتمشي حول العالم كله انت معايا ولا مع مين انا مع البطاطس اللهم طولك يا روح ايه اهو البطاطس بتخبط ايه اقصد القطه المسلوعه مصطفى يعني مصطفى بيخبط امي افتحي ماشي ايه ده ازيك يا مصطفى عملت ايه النهارده تمام يا ماما الحمد لله تمام جدا 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 ايه ده انت صوتك صوتك ماله إيه يا صوتك ماله مفهوش بس عشان اللي بيلعبوا رياضه ويكونوا في الجيم بيتكلموا بالطريقه دي فانا قلت اقلدهم شويه مصطفى بطل استزراف وبطل استهبال وبطل زرافة طيب ممكن أبطل فيل؟ يا ربي يا مصطفى اتكلم بصوتك بقى العادي بقى ماشي يا ماما خلاص خلاص ايه رأيك تلاقي العضلات صح؟ مصطفى مش من يوم وليلة يعني بجد يا ماما؟ ايوه انت لسه مطلعتلكش عضلة واحدة حتى اصبر يا ابني اصبر شهور اصبر سنين سنين شهور يعني مش عايزه افور شهور وهتطلع لك عضلات مش من يوم وليله ماشي ماشي انت كلامك صح ازيك يا بابا ايه ده يا مصطفى انت ليه ما لكش عضلات يا بابا هي مش من يوم وليله يعني لازم استنى شهور زي ماما قالت وبعد كده هيطلع عضلات لا 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 انت بتبرر لنفسك دي مجرد حجه انت بس بتقول كده عشان توريني بقى ايه ان انت جامد جدا لا يا بابا صدقني يعني اكيد ما فيش حد هيطلع عضلات من يوم وليله لا انا من الاول مش موافق على على الجيم ده بص عشان انا مش راضي على الجيم ربنا موفقكش وما طلعلكش عضلات اشرف ما تعصبنيش مش من يوم وليله ده حتى ما فيش مثل واحد على العضلات لكن الكرش ليه مثل اللي ملهوش كرش ما يسواش قرش اولا ما كده اسمع الراجل اللي ما كرش ما يسواش قرش whatever ايه يقصد whatever ماشي ماشي ايوه هي دي يعني فرقت اصل انت بتقول لي وات what, وات ايفر انا كنت فاكرك بتقول وات وات مثلا ايوه ايفر وات ايفر وات ايفر وات ايفر خلاص يا ماما ريحي نفسك عشان ده لو فضلتي معاه السنه الجايه هيفضل يكمل معاكي اسمها وات ايفر زي ما بابا بيقول يا ربي خلاص يا ماما بزرد عشان هو على قد عقله كده والله كنت هضحك خلاص مش قادره ايه دن 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 انت مش انت مش عارف تقول دنتو ما دن بتدندن في بقي انا مالي انا الشرابات بتدخل في بقي ايوه ما عشان انت شنبك طويل فلما بتيجي بتتكلم شعر شنبك بيدخل جوه بقك <تصفيق> <تصفيق> ايه يا عم الضحك دي انت فكرتني مطور العربية ايوه ما انا ضحكتي فيها كهربا عموما عموما ادخل نام يلا انام ليه يا بابا الساعة ستة معلش معلش اصل انا حافظ مش فاهم الله اخيرا بابا اعترف بحاجه زي ما بقولك بقى كده يا مصطفى استمر على الجيم كام شهر كده وان شاء الله هيطلع لك بقى عضلات طيب ماشي يا ماما انا عايزه افهم هو انت مش فالح في حاجه غير في الاكل ايوه يا زيت انا مش فالح في حاجه غير في الاكل مضايقك ايه يعني لا اصلي يعني غريبه يعني ان حد يفطر خمس فرخات على الصبح عمري ما شفت حد بيفتر فراخ اصلا اديكي شفتي اهو شفتي بقى ان انا مش محرمك من حاجه وخليكتك شفتي كل حاجه ده انت غريب قوي كل حاجه كرشك كل حاجه كرشك ومفتاحي مانيش فاتحه ايه يا ست انت بقيتي عندي الايام دي ليه بص انا بقالي خمس سنين كل مره بفتح الباب انت ايه ما بتفتحش الباب ليه ومفتاح ده تلاقي ابنك مصطفى ، لا مصطفى مش بيجي دلوقتي مصطفى بيجي الساعة ستة بالليل دلوقتي الساعة واحدة الصبح مصطفى رايح جيم يعني رياضة يعني بيتحرك يعني بيتعب يعني ممكن يجي في أي وقت عشان يكون تعب اللهم طولك يا روح انا قايمة ازيك يا مصطفى يا حبيبي عامل ايه ؟ مش كويس ده ليه يعني يا مصطفى ليه ليه بتسأليني ليه ؟ لا وكمان بتسألني ليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيوة ليه يا ابني فهمني يعني أنا مش فاهمة أنا مش عارف أقول إيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني حضرتك عاوزة تفهميني إن أنت مش عارفة ليه أنا زعلان حضرتك مش عارفة أنا ليه زعلان لا مش عارفة عشان انا واحد بقالي خمس سنين بلعب في الجيم كل يوم من الساعه ستة الصبح للساعه ستة بالليل وما طلعليش عضله يتيمه واحده عضله يتيمه ما طلعليش عضله عضله واحده يتيمه حتى يتيمه ما طلعليش كل ده عشان ما طلعلكش عضلات ايوه انا بقالي خمس سنين بلعب في ام الجيم ده وفي الاخر ما طلعليش عضلات اصلا حظك بقى نعمل ايه حظ مين بس حظ مين ده لو كانت قط بقالها خمس سنين بتلعب في الجيم كانت طلع لها عضلات قد الدنيا ده انا يا كنت في ثانوي العيال بيتريقوا عليا وانا كنت في المدرسه ان انا ما عنديش عضلات اتخرجت من المدرسه واتخرجت من ثانوي وروحت الجامعه ولسه ما طلعليش عضلات وكل ده بلعب في الجيم انا مش فاهم يعني ليه العضلات مش عايزه تطلع عندي تلاقيها يا ابني عجزت ومش قادره تطلع عشان رجلها وجعاها <applause> اضحك ولا باين سناني لا اضحك <applause> انت استسلمت يعني ولا ايه بالظبط ايوه استسلمت انا مش هروح جيم تاني مفيش جيم تاني مفيش جيم مش هروح جيم تاني طيب تعالى بس تعالى ادخل استريح تعالى طيب ماشي ايه يا ابني ده يا ابني خمس سنين ما طلعلكش عضلات ده انت بقالك خمس سنين بتروح الجيم ما عضلات انا مش فاهم ازاي يعني ما انا مش عارف شكل كده حد باصصلي إيه مين يعني باصصلك مين لا معرفش حد كده هو عارف نفسه ايوه ربنا يسامحه ربنا يسامحه انا يا ابني من اول ليله انت رحت فيها الجيم انا ما كنتش راضي اصلا على موضوع الجيم ده عش... عشان انا مش انا مش راضي إيه... 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 انت ما عضلات لا ما انا مطلعليش عضلات عشان انت باصصلي في الجيم اللي انا بروحه ده انت حتى انت وتتكلم عمال لا, لا كده ومتوتر اصل إيه... أص... شنباتي بيدخلوا جوه بقي اه صح فكرتني في سؤال كل يوم ببقى عايز اساله بس بنسى بخصوص شنباتك هي ليه شنباتك عجزت بس شعرك لسه ما عجزش ايه يعني يعني شنبك لونه تحول ابيض او رمادي اما انت لسه شعرك لونه بني يعني ازاي ازاي زي السكر في الشاي بابا بابا بطل هزار بقى يلا قول انا مش عارف انا مش عارف انا عارفة يا ابني وممكن اقولك كمان بجد يا ماما ايوة يا حبيبي طبعا هقولك طيب ماشي قوليلي عشان هو عمال يشرب سواير ويشرب نسكافيه ويشرب قهوه ويشرب مشروبات غازيه ويشرب شاي ويشرب كل حاجه وعمال ياكل بقى ياكل فريق ياكل لحمه ياكل رز ياكل مكرونه ويشرب شوربه بيعمل كل حاجه فمن كتر الحاجات اللي هو بيدخلها بقها في بقه بتعدي شنبه طبعا عشان انت ان شنب ابوك طويل فمن كتر الحاجات دي بقى اما بتيجي على شنبه هو بيروح يغسل شنبه من كتر بقى الحاجات دي شنبه شاب خلاص شنبه عجز مش قادر <applause> الصراحة يا بابا حاجة بتضحك يعني يا ابني انت لازم تروح تكشف ايه ده ليه يعني يا بابا بقالك خمس سنين بتلعب في الجيم وما طلعلكش عضلات خالص روح اكشف عند الدكتور ايه ده بجد طب انا رايح دلوقتي ايه ده الواد صدقني <applause> يا مصطفى استنى ابوك بيهزر بيضحك عليك يا مصطفى باباك كان بيهزر يا مصطفى تعالى نزل يا عيني صدق ودلوقتي هتلاقيه عند الدكتور وبيسأله ليه ما بيطلعليش عضلات في طريقي اليك يا دكتور بس ثانية ثانية هو الدكتور هيعمل ايه يعني هيديني برشام يطلعلي عضلات ولا ايه بالظبط يعني انا مش فاهم اكيد الدكتور هيقول لي انا ليه ما بيطلعليش عضلات عشان انا بقالي خمس سنين في الجيم وما بيطلعليش عضلات فاكيد اللي الدكتور هيقول لي ليه وده المطلوب بقى عشان ايه اعمل بقى ادوية عشان السبب دوت وفي الاخر اخف وبعد كده يطلع العضلات اخيرا وصلت المستشفى دلوقتي هروح عند الدكتور وهيشوف لي اكيد حل ليه انا ما بيطلع ليش عضلات وهلعب في الجيم تاني وهيطلع لي عضلات يا سلام احلامي بقى هتتحقق <applause> اخيرا هيبقى اسمي مصطفى عضلات بتشتكي من ايه يا مصطفى إيه دكتور هو انا ليه ما بيطلعليش عضلات معلش قول تاني عشان انا النهارده تعبان فمستمع كويس وكده يعني قول تاني انا ليه ما بيطلعليش عضلات انا فضلت خمس سنين بلعب في الجيم وما بيطلعليش عضلات <applause> انت بتستهبل يالا انت ولا ايه في يا دكتور وانا مال انت ما بي... انا مال انا بيطلع عضلات ولا ما بيطلعلكش عضلات وانا مال انا ايه ده يا دكتور ده يا دكتور امشي يلا من هنا يا دكتور طب انا عايز اعرف ليه لو بقيت هنا دقيقه تاني هوديك مستشفى المجانين خلاص انا ماشي بس يا دكتور الصراحه انا ضحكتك بتضحك عامله زي الموتور العربيه الخربان بعد اذنك امشي قال ايه ليه ما بيطلعليش عضلاتي يا دكتور <applause> بابا كان بيستهزأ بيا وكان بيهزر يا ربي خلي الناس تضحك عليا كده بقى انا ما كده انا رايح البيت وهبقى ازعل بابا ازاي ازعله يعني هبقى اسكت اعمل ايه ما مش عارف اتكلم ايه ده هز... استغفر الله ومفتاح الباب يا عفاف ابنك جه هتلاقيه دلوقتي جاي متعصب ووشه هيقلب الوان عليا ممكن سؤال هسالك سؤال يا اشرف كده انا لو مت هتقوم هتقوم تفتح الباب ها هتقوم تفتح الباب للناس هو انا اصلا يعني لزقت في الكنبه فلا مش هفتح لحد الباب ده انا هقعد هنا لحد ما اموت يا رب يا رب مش عايزة عليك يا رب بقره فى بق ايه القرف اللي انت بتقوليه ده ما بدل ما ادعي عليك ان انت تموت ولا بدل ما ادعي عليك ان انت تتحرق قلت خلي دي يعني اهون لا مش اهون ولا حاجه اسكت بقى عشان اي ما افتح الباب ما تصدعنيش انا جيت يا ماما تعال يا مصطفى يا حبيبي بابا كان بيهزر على الفكره ما انا عارف رحت واتكسفت قدام الدكتور والدكتور قعد يضحك عليا بس الصراحه يعني ضحكه الدكتور عامله زي موتور العربيه الخربان ما انت برضو ضحكتك عامله زي موتور العربيه بس هو موتور عربيه خربان انا موتور عربيه سليم فرقت ايوه طبعا تفرق يا ماما طيب طيب يلا ادخل يلا طيب ماشي انا مش هروح الصاله عشان بابا هناك قاعد على الكنبه ولو اتكلمت معاه هيفتح مواضيع هيفضل يتريق عليا ويستهزئ بيا وانا مش ناقص انا هقعد هنا افكر على مكتبي ايه الحل عشان يطلع لي عضلات طيب ماشي يا حبيبي انا راحه فكر يا مصطفى فكر فكر يلا يا مصطفى فكر يا مصطفى بقى اللي الليل ليل يا مصطفى وانت حتى ما فكره يتيمة ايه ده انا جاتلي فكره جامده جدا هتخليني يطلعلي عضلات بقى وايه كل الناس يقولوا عليا مستر عضلات وابقى اسمي مصطفى عضلات ايوه انا هنفذها بكره الصبح عشان الصراحه ايه تعبت من كتر التفكير هنام دلوقتي وهنفذ الخطه دي بكره الصبح واخيرا هيبقى عندي عضلات واخيرا يا سلام اخيرا بقى بقى عندي عضلات يا سلام صباح الخير يا ماما صباح الخير يا بابا ايه ده يا ابني ده انت ايه بتطلع عضلات ايه ده انت طلعلك عضلات في يوم وليله ايوه بقى شفتوا ان مصطفى دوت يعني المفروض يطلع في التاريخ يعني مش عارفه أقولكوا ايه لو سمحت يا ماما بمناسبه ان العضلات جت فانا عايزه احتفل بيها يعني فلو سمحت اديني كده موبايلك عشان اتصل باصدقائي كلهم عشان يجوا طيب ماشي يا ابني اخيرا بعد خمس سنين طلعلك عضلات اخيرا يا ماما شفت بقى يا بابا ان انا طلع عضلات ها خلاص بقى يا عم بقى بس برضو الكرش احسن الكرش ده انت كنت هتطلعه بسهوله ده انت كنت اللي كل هتعمله تاكل وتنام وتقعد تاكل وتنام وتقعد كان زمانك طلعلك كرش من بدري لا 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 شكرا انا واحد رياضي ماليش دعوه بقى بالكروش والحاجات دي انا اهم حاجه ان انا دلوقتي عندي عضلات صحابك جم يا مصطفى حاضر يا ماما مدخليهم ما دخليهم يلا دخليهم اهلا اهلا نورتوا البيت يا شباب ايه ده انت مالك غيرت صوتك كده ليه يا مصطفى ما فيش يا ماما اصل ده صوتي الطبيعي في ايه يا ماما ماشي جبنا لك هدية يا مصطفى بمناسبة ان انت بقى عندك عضلات ايه ده ده انا في الصورة ايوه انت يا عم في الصورة بس قبل ما شنباتك تعجز هاي <applause> لا بس الصورة عجبتني الصراحة على لي هنا فوق ماشي عيوني أيوة بقى أخيرا بقى بقى إيه عندي صورة في البيت يا سلام يلا نحتفل يا شباب يلا يا ابني أنا عاوز أديلك هدية أنا يا بابا أيوة يا حبيبي عايز أديلك هدية إديني يا بابا طيب ماشي حبيبي عشان أنت صبرت والصبر مفتاح الفرج خد المفتاح ده إيه ده ايه اللي فرق ده إيه 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 ولا ولا حاجه ولا حاجه <applause> ده انت كنت نفق عضلات حلو اول المقلب ده يا بابا بقى دايما يا بابا كده يا بابا ايه الحفله دي ده انت كنت نافخ عضلات خمس سنين بتلعب في الجيم وما لكش عضلات <applause> يلا يا جماعه نمشي من هنا ده انت لسه قطه مسلوعه يا ربي بقى يا بابا كنت لازم تديني مفتاح وبعدين المفتاح ده بتاع ايه يعني مش عارف ده مفتاح عملتولك بعلب التونه دايما كده يا بابا بتكسفني <applause> يلا يا شباب نمشي من هنا يلا يلا شكرا يا بابا شكرا <applause>